السلام عليكم. الجيش الأمريكي وجه ضربة عنيفة للفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهذا كله جاء قرب الحدود العراقية في الداخل السوري. ويوم أمس الكثير طبعا من هذه التفاصيل قد نشرتها العديد من الوكالات الموجودة في الداخل السوري، مثل وكالة عين الفرات، مثل سيريا فايلز أو ملفات سوريا، وحتى مصدر خاص بنا أكد دقة كل التفاصيل التي ذكرت لدى وكالات الأنباء وتحديدا ملفات سوريا التي نتحدث عنها هنا. الضربة طبعا جاءت كما تحدثنا في الداخل السوري، هنا الأراضي العراقية، هنا الأراضي السورية، هذه الحدود الفاصلة بين العراق وبين سوريا. والضربة التي جاءت هي جاءت إلى شرق دير الزور، وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة قليلا فإننا سنلاحظ بأننا أمام عدد من النقاط وعدد من المناطق المهمة. والحديث هنا عن أن قوات التحالف الدولي تحديدا أو الطيران الخاص بالتحالف التحالف الدولي قام بغارة جوية على قرية هنا، وهي قرية جديد عقيدات. هذه القرية المهمة التي هي طبعا من ضمن المناطق الصفراء، أي إنها من ضمن تواجد قوات سوريا الديمقراطية وسيطرة التحالف الدولي. أيضا يبدو أن الفصائل المسلحة تمكنت من التسلل إلى هذه المنطقة، وطبعا كانت هنالك نقطة معينة خاصة بهم هي التي دفعت التحالف الدولي لتوجيه ضربة عنيفة على هذه النقطة الخاصة بالفصائل المسلحة، والتي بحسب هذه التفاصيل أدت إلى مقتل العديد من هذه العناصر الخاصة بالفصائل المسلحة وجرح العديد منهم طبعا. وهذا كله يعود لسبب مهم للغاية قد تحدث عنه أساسا التحالف الدولي، حيث أكد أن هذه الضربة لم تأتي من فراغ، بل أن هذه الضربة أساسا هي جاءت كردة فعل على هجوم قامت به هذه الفصائل المسلحة. As a response طبعا كما تلاحظ members أو service members responded، أي إنهم قاموا بعملية الرد على هجوم جاء بالصواريخ طبعا الخاصة بالفصائل المسلحة. وكما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية في نفس اليوم هنا في 10 أبريل، قالوا بأن هنالك هجوما بصاروخ واحد جاء على قاعدة كونيكو. هنا قاعدة كونيكو التي ترونها أمامكم، والتي هي تعتبر نقطة لتواجد التحالف الدولي وكذلك الجيش الأمريكي الذي يعمل بشكل عام طبعا، ومهمته الرئيسية هي مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. ولكن هنالك تحدي كبير مع الفصائل المسلحة، وبالتالي هنا الذي جاء بأن الهجوم كان قادما من نفس النقطة التي استخدمتها الفصائل المسلحة من قرية جديد عقيدات، واستخدموا صاروخا واحدا هو الذي انطلق تجاه هذه القاعدة، سقط بالقرب من القاعدة، لا قتلى لا جرحى بين الجنود الأمريكيين. وأما الصاروخ الثاني بقي في نقطته وفي النقطة طبعا التي كان يتواجد فيها، لأن بعد الاستهداف الذي جاء على الفصائل المسلحة من قبل القوات الأمريكية، قامت القوات الأمريكية طبعا بعملية تمشيط هذه المنطقة، ووصلوا إليها ووجدوا المنصة الأخرى التي لم ينطلق منها الصاروخ، وبالتالي انتهت الأمور بهذا الشكل الذي قد يوضح بأننا أمام تصعيد كبير للغاية. ولكن المثير بهذا الأمر أن الفصائل المسلحة كان من الممكن لها أن تقوم بأكثر من ذلك، كان من الممكن لها لو أرادت مثلا إيقاع أضرار بالقوات الأمريكية كما فعلت في الفترة الماضية، أن تستخدم 10 صواريخ أو 20 صاروخا مع طائرات مسيرة. وهذا قد يوضح أن استخدام صاروخ واحد وإبقاء صاروخ واحد آخر على المنصة وعدم إصابة أحد، وكأنها ضربة تحذيرية وليست ضربة تبحث عن إيذاء الجنود الأمريكيين. وهنا ما هو مثير في هذه المسألة، أن هذه الضربة التي هي تبدو تحذيرية تماما كما نتحدث الآن، هي جاءت بعد ساعات من هجوم غامض يعتقد بأن إسرائيل هي كانت خلف هذا الهجوم. تحدثت عنه وكالة عين الفرات في الساعات الأولى من صباح 10 أبريل، تحدثت أن كانت هنالك ضربة على إحدى النقاط الموجودة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، وتحديدا بالقرب من منطقة يعفور، ونشروا تماما طبيعة الصورة أو اللقطات الأولى لهذه الضربة التي تلاحظونها، ظلام دامس، ولكنك ستلاحظ أنك كنت أمام ضربة معينة قد تمت هناك. بعد ذلك جاءت التحديثات عن هذه الضربة من نفس الوكالة التي أكدت أن الضربة كانت قد استهدفت مقرا للاجتماعات، وهو فيلا أو قصر تابع بماهر الأسد، وماهر الأسد هو شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك قائد الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري المعروفة بأنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني وفصائل إيران وإيران نفسها. وبالتالي كان الاستهداف مباشرا إلى ماهر الأسد في ظل اجتماع كان يجري هناك في تلك المنطقة. وإذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة
نتعرف عليها ونحاول أن نجد هذه المنطقة بالاقتراب الآن من طبعا دمشق بهذا الاتجاه. والمنطقة المذكورة التي تحدثوا عنها هي تأتي إلى الشمال، هنا قدسية وهنا كذلك ضاحية قدسية. وإذا ما اقتربنا إلى المنطقة الوسطية فإننا سنلاحظ بأن هذه هي الفيلا وهذا هو القصر الخاص بماهر الأسد المقصود تحديدا في التفاصيل التي نشرت من قبل وكالة عين الفرات طبعا. وبشكل مثير للغاية جاءت تحديثات القمر الصناعي لتؤكد أن فعلا كانت هنالك ضربة استهدفت هذا الموقع تحديدا، وهذه هي الصور التي ترونها، ليست واضحة كما تلاحظون ولكن واضح إلى الحقيقة إلى هنا الخامس من أبريل كما تلاحظون فوق هذه الصورة. ستلاحظ بأنك أمام الخامس من أبريل وأمام العاشر من أبريل، أي قبل الضربة وبعد الضربة. والنقطة المقصودة هنا التي سنتحدث عنها هي نقطة تأتي هنا تحديدا، دعونا نقترب من هذه النقطة لكي نحصل على صورة أو أوضح صورة ممكن أن نحصل عليها. وستلاحظ بأننا نتحدث عن هذا المبنى تحديدا، والحديث عن أن الضربة جاءت هنا في هذه النقطة. إذن هذه هي قبل في الخامس من أبريل وهنا في العاشر من أبريل. لاحظ كيف تغير اللون، تغير اللون يوضح بأنك أمام ضربة قد تمت هنا، وهذا يوضح أن الضربة قد جاءت في البوابة الخاصة بهذه الفيلا، أي عند المدخل قد جاءت هذه الضربة الإسرائيلية تحديدا وضربت هذه المنطقة. وفعلا كانت هنالك صورة واضحة من الأقمار الصناعية تؤكد ما جرى هنا على هذه البوابة، ولاحظ كيف جرت الأمور بالنسبة لهذه البوابة وضربت بهذه الطريقة التي تلاحظونها. وبالتالي ليس هنالك أضرارا على القصر أو على الفيلا الخاصة بماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة الخاصة بالجيش العربي السوري، ولكن الضربة جاءت على البوابة. وعادة مثل هذه الضربات هي ضربة تحذيرية وتحذيرية قادمة من إسرائيل تحديدا، لأن إسرائيل قامت بنفس العملية تماما العام الماضي في 27 من أبريل. لاحظ بأننا أمام نفس الشهر تماما، والنقطة التي نتحدث عنها هي قريبة للغاية من هذه الفيلا الخاصة بماهر الأسد. إذن بالابتعاد هنا بهذا الاتجاه، ودعونا نتوقف قليلا، فإن هذه هي الفيلا التي تحدثنا عنها، والموقع الذي استهدفته إسرائيل سابقا هي هذه المنطقة الذي هو طبعا يعتبر مقرا للفرقة الرابعة أيضا، والذي استهدفت البوابة الخاصة به في 27 من أبريل. لنقترب من هذه المنطقة أيضا، وهنالك صور توضح هذا الأمر من القمر الصناعي تحديدا. هذا هو الموقع الذي استهدف في 27 من أبريل، وكما ستلاحظ هنا أيضا صورة تعود إلى 26 من أبريل كما تلاحظ من عام 2022، وهذه صورة من 27 من أبريل من عام 2022، والتغير يأتي وسط هذا المربع الذي ترونه. إذا ما اقتربنا منه أكثر نوعا ما ستلاحظ بأن هذه المنطقة سيكون فيها شيء من التغير عند البوابة الخاصة بهذه البناية التي تحدثنا عنها. ولاحظ كيف تغيرت الأمور، لاحظ هنا تغير واضح تماما، ويوضح بأن فعلا هذه البوابة قد ضربت بهذا الشكل، وهذه كانت هي ضربة تحذيرية. وإسرائيل عندما تقوم بمثل هذه الضربات هي ترسل لك تحذيرا. تحذير من ماذا؟ التحذير بحسب هذا الرجل ألا وهو ألون بن ديفيد أحد المراسلين في قناة أو القناة 13 الإسرائيلية، قال بأن الضربة التي وجهناها على قصر ماهر الأسد هي لتحذير هذه الفرقة الرابعة وسوريا بشكل عام بأنكم يجب أن لا تسمحوا للإيرانيين باستخدام أراضيكم أي الأراضي السورية في مهاجمة إسرائيل. وكانت هذه ردا على ضربة صاروخية جاءت من سوريا مباشرة على الإسرائيليين، وبالتالي هم قاموا بهذه الضربة في إرسال رسالة بأننا نستطيع أن نطمس القيادات بأكملها إن أردنا ذلك، ولكن أننا فقط نريد إرسال تحذير لكم ولا نريد التصعيد أكثر لأننا قادرين على التصعيد إن أردنا ذلك. هذه كانت الرسالة الواضحة. وطبعا تزامنا والتطور متزامن قد جاء في داخل الكونغرس الأمريكي حول ما يجري في الأراضي السورية بشكل عام، لأننا شهدنا تصعيدا كبيرا بين الفصائل المسلحة المقربة من إيران، فيلق القدس، الحرس الثوري والقوات الأمريكية، قتل متعاقد، جرح أمريكيين. هذه كلها جعلت الكونغرس الأمريكي مع ما يرونه تحديدا من الحرس الثوري أن يضغطون بشكل أكبر، وقاموا بإرسال رسالة مباشرة إلى مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ألا وهو جوزيف بوريل، 130 عضوا
في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أرسلوا هذه الرسالة وطلبوا طبعا من مسؤول الاتحاد أو السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب هي وبريطانيا، وطلبوا وحثوا طبعا أوروبا للمرة قد تكون الثالثة الآن في مثل هذه الرسائل بالحديث بشكل واضح وتبرير هذا الأمر أن الحرس الثوري الإيراني خطر في سوريا، خطر مع ما يقومه مع الحزب الله اللبناني، طبعا لديه فعاليات أيضا في الداخل الإيراني في مواجهة المتظاهرين السلميين، وكذلك بأنه متدخل في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر، وهم الذين يقودون مسار الطائرات المسيرة، تدريب الروس على الطائرات المسيرة، بل تقارير كانت هنالك تتحدث أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بإطلاق الطائرات المسيرة وأطلقها في بداية الأمر عند دخول هذه الطائرات إلى روسيا وبدأت تستخدم على أوكرانيا. بالتالي هم يواجهوننا في الشرق الأوسط ويواجهوننا أيضا في أوكرانيا. ما الذي ننتظره؟ يجب أن نعاقبهم. هيا يا أوروبا افعلي شيئا وعاقبي الحرس الثوري الإيراني. لكن أوروبا تعلم تماما بأن إيران كانت قد حذرت الجميع أي فرض عقوبات أو وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، فهذا سيعني انتهاء العودة إلى الاتفاقية النووية وانتهاء أي محادثات دبلوماسية، وهذا يعني ببساطة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما للعالم بأكمله بأن الوصول إلى هذه النقطة سيعني بأن إيران ستخصب اليورانيوم بنسبة عالية وستذهب إلى القنبلة النووية، وبالتالي الباب أصبحت مفتوحة بالنسبة لها للوصول إلى القنبلة النووية. وإيران قد فعلا في ظل التطورات الأخيرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط قد تندفع إلى إنهاء أي دبلوماسية مع الغرب إن ذهب الاتحاد الأوروبي في وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، ليس للوصول للقنبلة النووية، هذا ليس شرطا في هذه المسألة، ولكن إيران تعمل على تحالفات كبيرة الآن تجري في منطقة الشرق الأوسط، فبالإضافة من اقترابها مع روسيا وكذلك مع الصين هي تمكنت من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية التي بدأت تظهر بموقف وكأنها تميل إلى روسيا وإلى الصين، علاقة دبلوماسية جيدة الآن مع إيران وكل شيء يعود بشكل طبيعي، وبالتالي هم ضد الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو من التحركات التي يقومون بها. حتى الفورم بولوسي أكدوا على هذه المسألة، بل إن حتى جمهورية مصر العربية صدق أو لا تصدق تفاصيل من الوثائق التي سربت من البنتاغون حتى هذه اللحظة، تحقيقات كبيرة عنها كشفت مسألة مهمة عن إن مصر تتعاون وكان لديها أوامرا خطيرة تجاه روسيا، والأمر متوجه ومرتبط بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحديدا، هو الذي بحسب الواشنطن بوست وما نشرته قالت بأنه أعطى أوامرا مؤخرا بأن يقوموا بعملية إنتاج ما يصل إلى 40,000 صاروخ ليتم إرسالها سرا إلى روسيا لتستخدمها في الحرب الأوكرانية، وهذا يعني بأن حتى مصر قد انقلبت على الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، وأن هنالك تغيرا دراماتيكيا كبيرا يجري في هذه المنطقة بأكملها حتى على مستوى أفريقيا، ومصر هي من المفترض من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه التفاصيل توضح أن الأمور صعبة وصعبة للغاية، وأن إيران أساسا بنفسها تلعب دورا وتحاول الاقتراب من مصر ومن البحرين، وكشفت أساسا أمواج دوت ميديا مؤخرا بعد العودة طبعا في العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية بدأت بمحادثات مع مملكة البحرين، ولا نعلم قد تكون الآن في محادثات مع جمهورية مصر العربية، وبالتالي هنالك إيران تلعب دورا كبيرا في جذب الجميع معها في تعدد قطبية كبيرة يأتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وفي نهاية المطاف هو مفيد للغاية لمن؟ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي الآن بدأ يستغل كل شيء من أجل إفشال السياسات الخارجية الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل إفشاله نهائيا سياسيا واستهداف مسألة خسارته في الانتخابات القادمة في نوفمبر من العام القادم. فطبعا بالنسبة للرئيس الروسي ما يهدف إليه هو السيطرة والتقدم بشكل أكبر على الأربعة أقاليم التي تقدم لها في إقليم دونباس طبعا إلى شرق أوكرانيا وإلى جنوب إلى زاباروجيا وإلى خيرسون، وأن يتقدم بشكل أكبر، هذا سيعتبر ضربة كبيرة لبايدن طبعا وليس فقط لأوكرانيا، وكذلك بأن الصين الآن اقتربت وأصبحت خطيرة للغاية على تايوان وممكن أن تجتاحها في أي لحظة أيضا، وأيضا أن المملكة العربية السعودية خفضت إنتاج نفطها مرة
خلال أشهر بسيطة طبعا، وآخر مرة خفضت الإنتاج بما يعادل 500,000 برميل للنفط. ستبدأ بهذه العملية طبعا الشهر القادم، مما سيؤدي إلى ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. هذه التطورات كلها التي نتحدث بها طبعا الآن هي ستؤدي إلى انعكاسها على الداخل الأمريكي، على زيادة التضخم الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية. ستدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التوجه إلى الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكية مرة أخرى لسحب المزيد من النفط من أجل أن لا يكون هنالك تضخما كبيرا في الداخل، وبالتالي هو تحت ضغط كبير. وأيضا أن الدول حلف الناتو ستكون أيضا تحت الضغط مع مرور الوقت إذا ما تفاقمت الأمور في النقاط التي تحدثنا عنها، عن تايوان مع السعودية، الشرق الأوسط، تحركي تجاه هذه الأقطاب. ستكون دول الناتو أيضا في مرحلة قد يكون تمرد على الحلف نفسه، وكذلك قد تكون على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن بايدن أصبح واضحا في مسألة ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. يوم أمس إلى قناة NBC بهذا الشكل قال بأنني نعم سأترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا لم نعلن عن هذا الأمر وننتظر الوقت المناسب للإعلان عن هذه القصة. الأمر لم يأتي تصريحا عابرا بهذه الطريقة التي ترونها، لا أبدا، بل إن موقع أكسيوس الأمريكي كشف في 3 أبريل بهذه الطريقة التي ترونها، أكدوا مقربين من بايدن بأنه سيعلن عن ترشحه مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو القادم، أي بعد 3 أشهر من الآن. طبعا سيناريو بايدن هو سيناريو ليس لا للصين ولا لروسيا، ومعنى ذلك أن الحرب قد تستمر بسهولة. وبالنسبة لبوتون طبعا الأفضل له أن يفوز الحزب الجمهوري في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أفضل السيناريوهات. طبعا دونالد ترامب ورون دي سانتز أي منهما سينهيان طبعا مباشرة الحرب الروسية الأوكرانية بإيقاف دعم أوكرانيا. طبعا رون دي سانتز كما تلاحظون بحسب ريل كلير بوليتكس هنا باللون الأخضر، ودونالد ترامب هما الأعلى مقارنة بأي مرشح في المستقبل أو من المرشحين الحاليين للجمهوريين أن يكونوا حاضرين في هذه الانتخابات. ولكن الفرق بين رون دي سانتز ودونالد ترامب، دونالد ترامب هنالك كثير من النقاط التي ممكن لبايدن أن يستهدفها وممكن أن يفوز مباشرة. طبعا بايدن ينتصر بها على دونالد ترامب. هنالك بعض النقاط وبعض النقاط الضعيفة لدى ترامب مقارنة برون دي سانتز. على سبيل المثال أن دونالد ترامب يعاني الآن من العديد من القضايا، من محاكمات ممكن أن تنهيه بسرعة وممكن أن تجعلها أهدافا سريعة لبايدن أثناء الديبيت أو أثناء النقاشات التي تجري بين الرئيسين أو المرشحين للرئاسة، ويضغطون بشكل كبير ويضغط بايدن لإنهائه مباشرة. أيضا أن دونالد ترامب إجراءاته تجاه كورونا كانت ضعيفة للغاية، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، وهو أمر لا زال يعاني منه ترامب وممكن لبايدن أن يستهدفه. وأيضا كلنا نتذكر الحادثة الكبيرة التي جاء من خلالها أنصار ترامب واقتحموا طبعا الكابيتول وأدت إلى ما أدت إليه، وهي أيضا جزء من الأمور التي ممكن أن يتعرض بها ترامب إلى الضغط. وبالتالي رون دي سانتز يبدو بأنه هو الشخص المناسب لمواجهة بايدن، وعندما تضعه هيد تو هيد مع بايدن لمواجهة بايدن فهل سيكون هو قادرا على الانتصار؟ طبعا الاستفتاءات توضح بأنه سيؤدي بشكل أفضل من دونالد ترامب عندما يواجه جو بايدن تحديدا، وهذا يعود إلى عدد من الولايات المهمة. طبعا لا زال للانتخابات الكثير، نوفمبر عام 2024، ولكن إذا ما اعتبرنا أن الانتخابات تمت الآن بين رون دي سانتز وجو بايدن، فإننا أمام 7 ولايات هي الولايات التي ستكون متأرجحة تماما. ورون دي سانتز على عكس دونالد ترامب هو الأقرب بحسب آخر الاستفتاءات إلى المقدرة بالفوز بجورجيا التي فاز بها أساسا بايدن على دونالد ترامب أساسا، وكانت إحدى النقاط المهمة التي أدت إلى فوزه في الانتخابات الرئاسية. وكذلك أن رون دي سانتز سيؤدي بشكل جيد في نورث كارولاينا أيضا. أما بالنسبة لجو بايدن فهو قريب من ميشيغان وقريب كذلك من أريزونا، وهنا كما تلاحظ التقارب الكبير بالنسبة لرون دي سانتز. إذا ما اخترناه هنا هذا هو دي سانتز، ولنختر هنا جو بايدن كما ترون في هذه المواجهة. وبالتالي بالنسبة لرون دي سانتز ستكون أمامه فقط طبعا بالنسبة للفوز بأنه مطلوب منه أن يفوز بولايتين من هذه الولايات للانتصار، على عكس جو بايدن. كما تلاحظون جو بايدن الفوز في بنسلفانيا يؤدي إلى 273 صوتا، ويفوز طبعا 273
صوتا هو يؤكد الفوز للرئيس الأمريكي بكل تأكيد. رون دي سانتز الجميل في هذا الموضوع بأنه قادر على الفوز في ويسكونسن وقادر كذلك من قلب نيفادا أيضا وجعل بنسلفانيا هي النقطة الأخيرة لعملية الانتصار. ولكن كما تعلمون وكما ترون بأننا أمام هذه الولايات بشكل عام السبعة هي التي حقيقة هي نقاط المواجهة بين الرئيسين، بالتالي كلما ازدادت مشاكل الداخلية لجو بايدن في السياسات الخارجية التي تنعكس مباشرة على الداخل الأمريكي ستغير المعادلات وستسهل من فوز رون دي سانتز. لا زال الوقت مبكرا ولكن هو أمر يخطط له كثيرا الجمهوريون من أجل الفوز في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال هنا إلى أي درجة ستتصاعد الأمور الآن في سوريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الفصائل المسلحة وبين إسرائيل أيضا والحرس الثوري والفصائل المسلحة.